بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة موضوعات النعمة، لأن احنا في موسم الصيام الكبير بنمتلئ نعمة أو بنزداد نعمة، وحكينا في النعمة من أكتر من اتجاه وأكتر من عنوان، وقلنا إن النعمة دي كل حاجة يعملها ربنا اسمها نعمة، وإن كل ما الواحد أدرك النعمة كان يبقى عنده رجاء وعنده إيمان، وكل ما كان عايش فرحان، لأن النعمة معناها ربنا شايلك وبيحبك ومركز معاك. وقلنا إنه كل اللي بيعمله المسيح في حياتنا، بالذات في صور لقاءاته في الصيام الكبير، تمثل نعمة. يعني شفنا في حد التجربة نعمة الانتصار على الخطايا والشهوات والأفكار، شفنا في الابن الضال نعمة الغفران، السماح، إن ربنا يشيل كل اللي انت عملته ويقبلك ويفرحك. شفنا في أول حد نعمة البنوة، إن ربنا بيعاملنا كأولاده، ودي حاجة ملهاش تمن، إن ربنا ينظر لكل واحد كابن وبنت، ولازم في الآخر نورث الميراث الأبدي. شفنا كمان مع السامرية نعمة الماء الحي ونعمة التغيير ونعمة نعم كتيرة ملهاش أول من آخر. النهاردة عاوز أكلمكم عن نعمة الروح القدس، لأنه القديسين دايما كان تفكيرهم للأسف مش قريب مننا شوية. إحنا ساعات نطلب طلبات دنيوية أرضية، القديسين أدركوا يعني إيه أكبر حاجة يملكها الإنسان هي روح الله، وعارفين ان كل ما الروح القدس ملاك يعني ربنا كله جواك، يعني الدنيا دي كلها تحت رجليك، كل اللي نفسك فيه ده من غير ما تفكر هيجي. فطبيعي الواعي ما يقعدش بقى يقول مشكلة شغل ومشكلة عيال ومشكلة صحة ومشكلة فلوس ومشكلة فلان وعلان، ده كلام صغير، انت مش واخد بالك، ده احنا عندنا ربنا كله يسكن بروحه فينا. فاللي مدرك هذه النعمة، نعمة الامتلاء بالروح القدس، تتضاءل كل الطلبات الأخرى، ويبقى ده الموضوع اللي شغله طول الوقت، كأنه طول الوقت عاوز يقول له املاني بروحك، شبعني بروحك. طب ايه علاقة الروح القدس بالصيام؟ العلاقة وثيقة جدا. هقرأ لكم نص من النصوص اللي قالها القديس مكاريوس الكبير أبو مقر، يقول ضمن ما قال عن نتمتع بكنز الروح القدس: إذا كان إنسان غني في العالم ده عنده كنز مخفي، من ذلك الكنز والغنى الذي له يمكنه أن يشتري أي شيء يشتهي، وبسهولة يجمع كل الأشياء النادرة التي يشتهيها في هذا العالم. على فكرة الأغنياء قوي من كتر ما عندهم كل حاجة يحبوا يقتنوا إيه الحاجات اللي مش عند حد، فيروح متحف يشتري له مش عارف لوحة بكم مليون عشان يبقى عنده حاجة مش عند حد. ما هو فضل، مؤاخذة يعني، فضى يعني، لأنه هو من ناحية الأكل والشرب والاحتياجات كل حاجة موجودة. فهنا بيقول إن الغني يجمع كل الأشياء النادرة معتمدا على كنزه. إذا ده في كل جيل المنظر ده. بنفس الطريقة الذين يطلبون ويسعون إلى الله وقد وجدوا الكنز السماوي، فاكرين الكنز اللي حكينا عليه في أول أسبوع في الصيام، أي حصلوا على كنز الروح. هنا ركز بقى أن النعمة اسمها نعمة الروح القدس، الذي هو الرب نفسه. الروح القدس ده ربنا نفسه، أنت بتمتلك ربنا. تخيل بقى أن ربنا يبقى بتاعك، ده حاجة فوق العقل الكلام ده. مضيئا في قلوبهم فإنهم يتممون كل بر الفضائل وكل غنى الصلاح الذي أوصى به الرب، وذلك من كنز المسيح الذي فيهم. يعني تبص تلاقي لو الروح القدس مليك، كل اللي قاله المسيح يطلع منك من غير ما تفكر، حتى لو أنت مش حافظ الآيات. طبع المسيح ينطبع عليك، ليه؟ لأن روح المسيح مليك، فتلاقي نفسك المسيح وديع كلك وداعة، المسيح طيب كلك طيبة، مسيح حكيم كلك حكمة. ده انت ما تعبتش في اقتناء الحكمة، امال انت تعبت في ايه؟ في اقتناء روح المسيح اللي هيطلع منه كل حكم. فهمتوا الفكرة اللي شغلهم؟ اذا اللي مشغول بكنز الروح
أو اللي مركز على نعمة الروح القدس والامتلاء بالروح ده المسيح الواعي، ده اللي عايش صح، ده اللي فاهم إنه هو طول ما هو مشغول بدي كل حاجة بتيجي لوحدها وأكتر مما يشتهي. إيه اللي خلاني أختار نعمة الروح القدس؟ آخر ثلاث حدود في الصيام مشهورين بالمية، مش كده؟ حد السامرية، الحوار حوالين المية، المخلع مرمي جنب مية والمية لما تتحرك اللي ينزل يخف، والمولود أعمى لحد الجاي لازم له مية عشان يفتح. فواضح إنه ثلاث أحد قد يعني نص الصيام كده الموضوع فيه مية. تروحوا للإنجيل تقولوا له فين المية دي؟ إيه معنى المية يا رب؟ هو اللي يجاوب. أجاب يسوع وقال له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدا. كلام ده في يوحنا 4. لما نروح يوحنا 7 هتلاقوا أن المسيح شرح المية. السامرية ما كانتش فاهمة غير أنها إيه؟ عطشانة، جعانة، هفتانة، شبعت بيه، فرحت، بس هي مش فاهمة إيه اللي حصل، مش فاهمة يعني إيه الروح القدس لمس قلبها وفرحها. هي لقت نفسها في ساعتين بقت واحدة تانية مختلفة وسعيدة وفرحانة ونسيت الماضي وتمتعت بنعمة ربنا. هو ايه بقى اللي حصل؟ المية دخلت. ايه المية دي؟ يوحنا 7 بقى المسيح اعلن، قال: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. يبقى حسم الموقف. يبقى مهما تأملنا في المية وقلنا حياة جديدة وقلنا شبع وارتواء، هي الأصل فيها ايه؟ كل ما تيجي سيرة المية في الإنجيل معناها ايه؟ روح الله. افتكروا القاعدة دي، القاعدة دي ما بتختلفش. كل ما تلاقوا مية في الإنجيل يبقى أول حاجة تيجي بتبالك روح ربنا. المية دي سموها ينابيع مية روح ربنا، مطر برضو ينابيع اللي هي روح ربنا، عشان هتلاقي في الإنجيل مليان مطر والإنجيل مليان أنهار والإنجيل مليان ينابيع. هي كل ده بيقول حاجة واحدة بس، إن ربنا بيدلق روحه على أولاده، وما فيش أغلى ولا أغنى من كده، واللي يملك روح الله يملك كل شيء. إذن الماء الحي ده ماشي معانا من أول الإنجيل لآخر. من أول صفحة في الإنجيل نسمع عن ارتباط المية والروح. يقول: كانت الأرض خربة وخالية وعلى الوجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المية. يبقى زي في كده ارتباط بين الروح والمية من قبل ما يتخلق الإنسان. فاهمين الفكرة؟ لأن الآية دي بنستخدمها دايما في اللقانات، لما نيجي نصلي قداس مية لازم الجزء ده يبقى موجود معانا، لأن دي القاعدة الأولى، إن روح ربنا يرف على المية، لأن البني آدم جسدية ما يقدرش يعيش من غير مية، وروحيا ما يقدرش يعيش من غير الروح القدس. فهو صناعة روح ومية، صناعة مشتركة كده بين ماء الجسد وروح الحياة. أدي النص اللي كنت بقوله. في اليوم الأخير العظيم من العيد ده كان عيد المظال، وعيد المظال 7 أيام، وفي الثامن في زفة مشهورة فيها مية، عشان كده المسيح علق على المية. كان يجي رئيس الكهنة ياخد المية من بركة سلوان بالذات، عشان كده كان كلهم عارفينها، ويمشي بزفة ويدلق على المذبح بتاع المحرقة كأنه بيغسله سنويا. المذبح ده كل يوم شغال ذبايح، لكن في يوم الثامن من العيد بيسموه اليوم العظيم كان يدلق مية بركة سلوان على المذبح كأنه بيجدد العهد مع ربنا. وقف يسوع ونادى، نادى في اليوناني صرخ بصوت عالي، بحيث كل الشعب اليهودي كان عيد بقى يحضروا آلاف سمعوا الصوت ده. إن عطش أحد فليقبل إلي، دي بتاعت السامري، ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب. لأنه الكتاب هنا خلي بالكم، أرميا قال كده وأشعيا قال كده، يعني الكتب المقدسة في العهد القديم كانت بتتكلم عن المية بتاعت ربنا. هتلاقوها في المزامير وفي أشعية وفي أرمية وفي أنبياء الصغار، لدرجة أن اليهود كانوا في اليوم ده يرتلوا ترتيل اسمها إيه؟ يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، ويقعدوا يعيدوا يزيدوا فيه
يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. موجودة في أشعياء 14 وموجودة في المزامير. فهم بيقولوا مش فاهمين ايه المية اللي ناخدها بفرح من ينابيع الخلاص. قال لهم انا الينبوع وادي المية، اللي هيؤمن بي هيطلع من بطنه انهار ماء حي. يعني ايه؟ يعني الروح القدس يدخل فيه ويدلق على اللي بعديه. ادي المعنى. من امن بي كما قالت الكتب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه. امتى خدوه بقى؟ يوم ايه؟ يوم العنصرة، يوم الخمسين. عشان كده كانوا الرسل في اشد الحاجة والانتظار لليوم ده، لان المسيح كان كلمهم عنه. لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. تقول ازاي مش الروح القدس تكلم في الانبياء؟ لكن عطية عهد جديد لكل المؤمنين دي ما تجيش غير بعد الفداء، لان يسوع لم يكن قد مجد. امتى مجد؟ لما هنقول له بعد اسبوعين لك القوة والمجد قدام الصليب. يتمجد بصليبه وقيامته وصعوده ينزل الروح القدس. واضح التسلسل ماشي ازاي؟ اذا من قبل احداث اسبوع الالام يوحنا شرح لنا ان الاحداث هتمشي كده. يسوع لابد ان يمجد في صليبه وقيامته وصعوده، رفع في المجد، اخر خطوة المجد المسيح صعوده. ثم يأتي علينا عطية الروح القدس اللي هي عطية العهد الجديد، اللي هي أعظم حاجة تميزنا، اللي هو عهد النعمة وعهد الروح القدس. بوريكم يعني إيه الكتب اتكلمت عن ده. لما أرميا قال شعبي عمل شرين، سابوني أنا المسيح بقى ينبوع المياه الحية، دي بالضبط اللي قصده المسيح في يوحنا 7، عشان يحفروا آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، اللي هي من يشرب من هذا الماء يعطش. يبقى كما قال الكتاب، يعني المسيح بيرجع اليهود للكتب اللي أشارت كتير على المية اللي نفس الناس توصل لها ومش طايلها. إذن بأكد تاني أن نعمة الروح القدس هي أعظم عطية. عشان كده نفسي آخر أسبوعين في الصيام كده، آخر ثلاثة يعني، ما نبطلش نطلب الروح القدس في صلواتنا. ده طلب ساعات بيبقى غريب على ودان الناس، بس الكنيسة بتعلمنا كده. بنقول للروح القدس هلما تفضل وايه حل فينا. طب ما عاوزين نقولها كتير دي. اللي صاحي وفاهم هيقول له شربني انا عطشان، هي نفس المعنى. اديني نعمة روحك، املاني بروحك، انا كوبايتي فاضية، انا الاناء بتاعي فاضي، انا من العذارة الجاهلات، الزيت مفلس، الحقني. مش عاوزك تيجي تلاقيني كده، انا عاوز مية بتاعت الروح القدس. العطية دي خدناها امتى؟ خدناها بعد المعمودية على طول، لما تعمدنا اتولدنا ولادة جديد. وزي ما ادم اتعمل من التراب ونفخ فيه نسمة حياة، انت اول ما طلعت من المعمودية دخلت سكن فيك الروح القدس. عشان كده احنا في كنيستنا نلزق المعمودية في الميرون، تولد ولادة جديدة من السماء وتختم بختم الروح القدس. انت دلوقتي ايه؟ تبع المسيح. انت دلوقتي مسكن لله. فالاتنين يجوا في دل بعض، ما نفصلهمش في الطقس القبطي بالذات. فاحنا صرنا مسيحيين او مسحاء بالمسحة، مسحة اللي هي الميرون اللي ذكرها العهد الجديد. كمان واحنا بندهن الاطفال بنقول، ابونا بيقول كلمة جميلة، مسحة ملكوت السماوات او دهن شركة الحياة الابدية. التعبيرات دي مهمة قوي. لما تعمدوا عيالكم ركزوا في اللي بيقول ابونا. انا لسه معمد الصبح، طبعا ما حدش بيبقى مركز، انما كلمات اللي حطها لنا الكنيسة دي جميلة. دهن شركة الحياة الابدية، يعني احنا بنقول للعيل انت بقيت شريك الحياة الابدية، ليك حق خلاص، انت وريث من اللحظة دي، انت وريث. مسحة مقدسة وخاتم لا ينحل، مسحة ملكوت السماوات، يعني انت خلاص اتسجلت في الملكوت دلوقتي. اذن دي اعظم عطية. عشان كده القديس بولس قال عربون ميراثنا، سماها كده. انت معاك العربون اللي تورث بيه، انت ما دفعتش ثمن، بس الروح القدس اللي فيك بيشهد انك تبع المسيح، يشهد ان احنا اولاد ربنا، ان كنا اولاد فاننا ورث. يبقى اغلى حاجة تملكها
هي اللي هتورثك السماء، يا روح الله اللي فيك. لا تقول لي عملت ايه ولا جهدت في ايه ولا دفعت فلوس قد ايه، كل ده كلام صغير قوي. ده نتائج تجاوبك مع الروح القدس، لكن انت داخل السماء لانك تحمل روح الله. نفس المعنى ده هو اللي وصلك لحاجة تاني. انت من لحظة المعمودية والميرون اصبحت هيكل لله. ده معنى جديد. انت نفسك مذبح مقدس متنقل، مذبح متنقل، لانه دائما قلبك في صلاة في اسم ربنا يسوع. انت ملك للمسيح، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. عشان كده في كورنثوس الثانية اول اصحاح يقول ايه؟ قال الذي مسحنا والذي ختمنا واعطى عربون الروح في قلوبنا هو الله. يعني ايه؟ هنا حطها كختم وكمسحة وكعربون، ودي تسميات سر الميرون. احنا بقينا اولاد ربنا بالروح القدس. الحتة دي مهمة برضو. الذي يميز اهل العالم ان هم بني ادمين، ولاد ادم، واخدين جينات طلعة من ادم وحواء، دم الادمي فيهم، ده يخليهم بشر. احنا غير الدم الادمي والطبيعة البشرية والجينات الانسانية، احنا لسه فينا حتة ادم. لا، احنا عندنا حتة محترمة اكتر واهم جدا. احنا بروح المسيح، روح الله، بقينا تبع الله. فدي اعظم عطية. عشان كده يقول لما جاء من الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. ليه؟ ليه المسيح جه؟ ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. طب التبني ده هناخده ازاي؟ بما انكم ابناء، ابناء دي معناها في ايمان ومعمودية وميرون، او ايمان ومعمودية، ارسل الله روح ابنه في قلوبكم. دي المسحة. بدل انت ابن ربنا، العلامة ايه؟ مش بقى دم بني ادمين ولا لحم ودم عادي. انت النهاردة ما يميزك كمسيحي انك ابن لله بأمارة ايه؟ الروح القدس اللي فيك. صارخا الروح القدس يصرخ فينا يا آبا. تتقال كده على فكرة، يا آبا نقطة الآب. يعني ايه؟ ايها الآب السماوي انت الان آبا. ماشي، آبا لاتيني فلاحيني زي بعض. ماشي، هي يابا، هي صح كده، انت ابي. الروح القدس يصرخ فينا يا آبا. يعني الروح القدس بينطقنا، انت دلوقتي مش ربنا، انت بابا. فخلاص ده بيدي احساس جميل انه طبيعي تدخل السماء في الاخر، وان تطلع منك ابانا الذي ايه؟ بمزاج بقى. عشان كده تلاحظوا في الصيام الكبير، لاننا بنتملي بالروح، نقعد نقول جيبنيو، وفي منها الابطأ كمان. المعلمين عارفين ان اللحن ده كنيسة تحبه، بتقلب نغمات كتيرة، هي نفس ابانا الذي، بس نقعد ننغم من كتر ايه؟ يعني مزاجنا في الحتة دي، في الكلمة دي بالذات. إذن لست بعد عبدا، انت لو بني آدم بس اسمك عبد، انما دلوقتي بنعمة الروح القدس انت لست بعد عبدا، انت ابنا. بين يوم الابن الضال، مش كده؟ جاي يقول له خليني عبد، يقول له اياك تقول كده، لا ما تقولش كده. وهيورينا دلوقتي ايه اللي يأكد له البنو، ان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. في روميا القديس بولس علمنا فكرة مهمة قوي، قال لنا الروح نفسه، الروح القدس، يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يعني لما تصلي بحرارة، الروح القدس الحار الناري اللي في قلبك يقول لك من قلبك ما تخافش، ربنا أبوك. يعني مش الكنيسة بس بتقول لك خبر حلو أنت ربنا بقى أبوك، ده الروح القدس يشهد لأرواحنا. يعني لما تصلي الروح القدس هيشهد من داخلك، في صوت هيقول لك أننا أولاد الله، وإن كنا أولاد تاني أننا ورثة. يبقى الشخص المسيحي اللي من أول الصيام كل اللي فارق معاه يورث السماء، إيه اللي يفرق معاه طول الصيام؟ يمتلئ بالروح القدس، لأنه دي اللي تخليه يورث. بيعمل أنهي خدمة؟ مش دي المهمة. مركزه إيه في الدنيا؟ مش مهم خالص. سنه كام؟ معلوماته إيه؟ الكلام ده صغير قوي. انما مليان قد ايه بالروح القدس، ده اللي يوزن في الاخر.
لأنه خلي بالكم مليان قد إيه دي هتفرق كتير من واحد للتاني، لأن الامتلاء بالروح القدس مش درجة واحدة، سكن الروح القدس درجة واحدة، الكل بالإيمان والمعمودية سكن في الروح القدس، لكن الامتلاء لا، كل الكوبايات فيها مية بس مش كل الكوبايات مليانة مية. مليانة دي بتفرق قوي. الممتلئة نعمة زي العذراء دي فوق الكل. مرة تانية يقول ايه؟ كل الذين ينقادون بروح الله، دي تعبر عن الامتلاء، يعني لو انت مليان بالروح القدس تنقاد بالروح القدس. يعني ايه تنقاد بالروح القدس؟ يعني اللي يسوقك، اللي مالي دماغك، اللي يحركك، الري اكشنز بتاعتك مش بشرية، مش انسانية عادية، مش دماغ بتاعت الناس، لا، الروح القدس بيملي عليك كل رد فعل. يعني ايه؟ في موقف مستفز انت كانسان تتنرفز، لا، الروح القدس يخليك وديع، فتلاقي رد فعلك للموقف مش عادي، مش زي الناس العادية. ليه؟ شبه المسيح. انت كانسان عادي هتخاف على القرش، انما بالروح القدس انت بقيت شبه المسيح. القرش ده مش في دماغك. هنا الانقياد بالروح. الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. إذا لم تأخذوا روح العبودية، روح العبودية دي بتاعت آدم بقى، لأن روح العبودية مرتبط معها الخوف. العبد خايف يترفد، خايف يتضرب، ما بيترفدش. في ابن بيترفد من بيت أبوه، ده بيته، لكن العبد يترفد. بل أخذتم روح التبني الذي به، بصوا قالها تاني في روميا، نفس آبا بتاعت غلاطيا جاية تاني آبا في روميا، لأنه كانت نفس القضية اللي شغلاهم ساعتها الرد على التهوت. فبيقول احنا بنصرخ، يبقى صلاة أبانا دي، أو يا بابا، بنكلم ربنا كبابا، دي من أول جيل القديس بولس، يعني من القرن الأول الكنيسة تعشق في صلواتها إنها تقول أبانا لازم. لما رحنا لمثل الابن الضال لقينا سيرة الروح القدس فين؟ أول ما الولد راجع، خلي بالكوا بقى، ده ولد، ده ابن، بس الخطية خلته عبد، لأنه آخر مكان كان سايبه كان شغال عند ناس بتربي خنازير، فيعني عبودية ومش أي عبودية كمان. وهو راجع عشان بس أوضح إن التوبة ترجع الامتلاء بالروح القدس. فأول جملة قالها الأب بعد ما خده وباسه وحضنه وأكد له أنا أبوك ما تخافش، هاتوا الحلة الأولى ولبسوه وحطوا الخاتم في يده. تروحوا للآباء يقول لك إيه؟ الحلة الأولى دي اللي هي توب المعمودية اللي توسخ بالخطية ويرجع تاني بالتوبة. ما هو لما طلعت من جرن المعمودية كنت زيك زي الملائكة. المنظر ده مش ملايكة، مش كده؟ يبقى ايه؟ عاوزين نرجع زي الملايكة تاني. احنا هنرجع للي انت خدته قبل كده، البنوة الصافية بتاعت اول يوم معمودية دي. والامارة بقى ان الخاتم يرجع لصباعك. الخاتم هو الختم، انك مختوم، فانت تبع البيت ده، انت دلوقتي تملك في هذا المكان. والحذاء والعجل المسمن يحق لك بقى تتناول بقى، ونأكل ونفرح كأنك دخلت السم. يبقى الابن الضال شاور لنا على عطية الروح القدس اللي ناخدها بالتوبة. في مثل الآباء ذكروا على حكاية الخاتم دي، أن فرعون لما لقى يوسف رجل حكيم جدا، عمل حركة جريئة جدا، قلع الخاتم بتاعه وادى ليوسف. الحركة دي معناها يوسف يملك مصر، لأن فرعون كان يملك مصر. ففرعون من ثقته في يوسف قلع له الخاتم. فاهمين المعنى؟ فهما الآباء برضو قالوا إذا كان فرعون حب يوسف اداله مصر، طب ربنا اللي بيحب أولاده لازم يديهم السماء أقل حاجة. يعني مصر دي إيه؟ جنب السماء، يعني مش حاجة يعني. فهنا ألبسوا ثياب، تلاحظوا الخاتم والثياب دايما لازقين لبعض. ليه؟ الاثنين علامات الملك، علامات النعمة بجد، توب جديد ومعاه خاتم، تبقى أنت بقيت حاجة تاني خالص. كمان فكرة الختم دي مذكورة في الرؤية، لما ربنا يقول للملاك إيه؟ لا، ما تنزلوش الضربات غير لما تختموا عبيدي.
ليه؟ عشان المختومين دول تبعي، دول لهم عناية خاصة. يسقط عن يسارك ألوف، عن يمينك ربوات، أنت لا. ليه؟ أصل أنت عليك ختم، فأنت مختار لأنك فيك عطية الروح القدس. بس قدرها بقى وكبرها جواك. الماء الحي، ليه الكتاب وصف دايما الروح القدس بالماء؟ طبعا أنتوا عارفين الروح القدس يوصف بالنار زي يوم 50، يوصف بالريح الهواء، يوصف بالحمامة، يوصف بالزيت. كل دي أوصاف واضحة للروح القدس. إنما إحنا يعنينا قوي في موسم الصيام وصف الروح بالماء، بدليل حادثة السامرية، وادي المخلة، وادي المولود أعمى، وقصة الماء موجودة كتير. النهاردة في النبوءات مثلا قصة نعمان السورياني اللي حضر القداس النهاردة. نعمان السورياني دي من ذكاء الكنيسة حطها لنا الأسبوع ده. ليه؟ أصلها بتربط المخلع بالمولود أعمى. هو راجل أبرص، يعني أهو ما بين مخلع وأعمى، مشوه وجبار، بس ما عندوش حيلة يعالج روح. فلما راح لأليشع ما طلعلوش وما شافوش بعينيه، عشان تدل على الإيمان، ما شافش بعينيه أليشع أول مرة. قال له روح انزل نهر الأردن. طبعا نهر الأردن واخد قوته من معمودية المسيح بعد كده، إشارة للماء الحي. قعد يبرطم ويرفص ويعترض، ومش النهر اللي عندنا في دمشق أنضف من كده؟ إيه اللي يجيبني المشوار ده كله؟ رجالته طلعوا عاقلين، قالوا له يا عم، كانوا يعني لهم دل عليه، قالوا له يا سيدنا جايبين المشوار ده كله، لو كان قال لك ادفع 1000 دينار كنت دفعت. طب ده قال لك انزل استحم، ما نسمع الكلام وخلاص، ما جينا. يعني خدوها من زاوية ايه، كملها بقى خلاص، يعني زقوه على الإيمان زق كده. قام نزل، هو نزل من هنا واتغطس 3 مرات زي ما قال له كده، طلع جلده زي الطفل. خلي بالكم من تعبير الكتاب، يبقى حصل له ايه؟ اتولد جديد، بقى بني آدم جديد. فطلع جلده مختلف تمام. راح بقى، لما راح المره الثانيه إليشع طلع له، إليشع رمز للمسيح، يعني ابتدى يشوف بنعمه الروح القدس، ابتدى يتعرف على المسيح وجها لوجه. وبعدين قال له ادفع كام؟ قال له تدفع، وهو ده له فلوس ده؟ تدفع ايه؟ ما فيش حاجه تدفع، مش ممكن، مجانا اخذته. حد هيدفع ثمن الروح القدس؟ ما فيش فلوس حبيبي في الموضوع. قال له طب هاخد التراب اللي تحت رجليك اسجد بيه في بلدنا. وملا عبى بغلين بتراب الارض بتاعت الجبل، قال له عشان مش هسجد غير على التراب ده لالهك انت بس. الحادثه دي بتربطها الكنيسه بايه؟ بحكايه الميه والايمان والروح القدس. هذا الشخص بالايمان لما نزل وطلع بقى انسان جديد وبقت حياته مختلفه. اذا الميه اولا معناها الارتواء والشبع، يبقى العلامه الاولى للامتلاء بالروح القدس. انا الليله دي بكلمكم عن نعمه الروح القدس. لما تاخد النعمه دي تحس بايه؟ تحس انك شبعان ومش عاوز حاجه خالص. حد عمره حس بالاحساس ده؟ يجوز تكون حسيت بيه لحظه بس ما بيطولش. انما بقى لو انت ركزت وكبرت في الروح القدس، هيبقى ده احساس دائم انك شبعان خالص، مرتوي خالص، وتبقى بسهوله بتقول معك لا اريد شيئا في الارض. ده لما تتملي بالروح. انما احنا كل البشر في حاله ايه؟ احتياج. عاوز تشجيع، عاوز تاكل، عاوز تنام، عاوز حد يطبطب عليك، عاوز حد يشاور عليك، عاوز حد يكرمك. حاله الاحتياج الدائم دي معناها ان الكوبايه فاضيه وان احنا مش ممتلئين كفايه. فما تقعدش تقول اصل الظروف، اصل الناس. يا حبيبي انت مش شارب كويس، مش واكل كويس. الناس مهما اتغيرت حالك مش هيتعدل. نعمه الروح القدس تخليك طاير في السماء، حتى لو عندك امراض الدنيا ومشاكل الدنيا، انت هتبقى في ملك تاني، ملكوت الله داخلكم، ملهاش علاقه بالظروف ولا الاحباطات ولا المشاكل. اللي عنده ربنا مش في بيته، في قلبه جواه. ممكن يطلب ايه؟ ممكن يحتاج ايه؟ ممكن يخاف من ايه؟ مفيش، خلاص.
فده بيدي لك فرح أبدي. عشان كده في تعبير يكرره أشعياء يقول أنا شايف المفديين راجعين وفرح أبدي على رؤوسهم. فرح أبدي باين عليهم، ده مش فرح وقتي، ده مش فرح مرتبط بحاجة معينة كسبت فلوس ففرحت، ده فرح من طعم السماء، من طعم الأبدي. تاني حاجة تميز نعمة الروح القدس، الروح القدس مية. طب المية بتعمل ايه؟ اول ما المية تنزل على ارض تبقى بعد شوية ايه؟ في زرع، في ثمر. واحنا كل يوم نقول المعنى ده في المزمور الاولاني، طوبى للرجل مثل الشجرة المغروسة عند مياه جمجمة تعطي ثمرها في حينه. يبقى انت لما تبقى مليان بنعمة الروح القدس يطلع منك ثمر. الثمر ده تكسب ناس وتبقى ثمر فرح، ثمر سلام، ثمر ايمان، ثمر تعفف، ثمر حكمة، كل ده اسمه ثمر. تالت حاجة، الروح القدس لما يملاك تمتلئ بمواهب الروح القدس. الروح القدس ده بقى فنان متعدد المواهب، ده ربنا نفسه، فيدي كل واحد موهبة خاصة تفيد الكنيسة. كل شخص فيكم بدون استثناء له موهبة محتاجها الكنيسة، مش باين عليك عشان انت مش مليان بالروح. لو امتلأت بالروح على طول تتحط في الحتة بتاعتك، يدورك بان وقيمتك في خلاص الناس تبقى موجودة وبشكل واضح، واللي بيعملها روح الله اللي هو مسؤول عن الكنيسة ككل. من ضمن اللي اتقال عن الروح القدس يقول يحل عليه روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، روح مخافة الرب. اهو ده اللي احنا بنحكي فيه. فتلاقي واحد يتميز بالمشورة الروح القدس، واحد يتميز بالفهم الروح القدس، واحد يتميز بخوف الله الروح القدس. هو نفس الروح اللي يملى الكنيسة فيطلع كل الناس قديسين، بس الشكل الخارجي فيه اختلافات بسيطة لكن الروح في الآخر روح واحد. يقولوا الآباء المزمور اللي بيتكلم عن مجاري الأنهار، دول الناس الممتلئين بالروح، دول رسل الكنيسة وآباء الكنيسة ومعلم الكنيسة، دول مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. فرحة الكنيسة أنها فيها قديسين شهداء وقديسين نساك وقديسين معلمين وقديسين صانعي عجائب، كل دول بيفرحوا مدينة الله. طيب أهم سؤال بقى عشان نخلص، كيف نمتلئ بنعمة الروح القدس؟ عاوزين نشرب، عاوزين نمتلئ. خلاص اقتنعنا ان احنا فاضيين او ان احنا ما عندناش الامتلاء، عندنا السكنة، مش شاكين ان روح الله فينا، احنا مسيحيين بنعمة ربنا، متأكدين الروح القدس ارتضى ان يسكن فينا حتى لو بنعمل خطية ما سابش البيت، لان ربنا ما بيطلقش شعبه بالبلدي اخطيط، ده تعبير ابائي. يعني ايه؟ يعني خلاص هو عنده دول شعبي، خلاص يعني يشيل بقى يستحمل، لكن انا اللي خسران لان الكوباية فاضية. طب انا عاوز اتملي. اول شرط للامتلاء ركز في ربنا، افضاله اقعد له. عشان كده قال من اول ما ابتدينا الصيام اللي عاوز يصلي ما تعملوش زي اليهود بيأدوا بس تأدية، لا اللي عاوز يصلي يدخل ويقفل ويقعد لي وانا ادلق بقى، يجي ابوس سماوي يفتح الحنفية يملى المية يملى الكوباية كلها، ادخل مخدعك اقفل بابك صلي لابوك، ابوك يجازيك. يجازيك بايه؟ بالروح القدس. اصل الروح القدس لو عاوز الارض كلها خدها، لو عاوز السماء كلها خدها، لو عاوز اي حاجة هتاخدها، وانت نفسك هتقول له لا عاوز ارض ولا سماء، خلاص انا عاوزك انت. فيبقى اول مدخل للامتلاء بالنعمة، نعمة الروح القدس، هو انك ركز في ربنا. عشان كده الصيام دعوة ان احنا ايه؟ اعتكفوا شوية، تعالوا قداسات هادية، مفيش داعي تنشغلوا ببعض، مفيش داعي تنشغلوا هتاكلوا ايه في الصيام، مفيش داعي تفتحوا في الموبايلات والفيسبوك والكلام ده، ركزوا، لان ممكن نشرب ونمتلئ ونبقى طايرين زي الملايكة. ده الامتلاء في الصلاة الحارة، كل مرة تصلي بحرارة اعرف ان المية زادت نقطة
تصور بقى لو الصلاة على طول بحرارة، يا سلام، زي ما كنا بنحكي في أرمية كده يقول لك عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، ده ممتلئ بالروح، ده صلواته حرة على طول، يا بخته، لأنه طبعا ايه كوبايته مليانة على طول. تاني امتلاء بالروح في القداسات بالذات في الليتورجية، ليه؟ لما تجتمع الكنيسة الروح القدس يفرح قوي باللمة، يفرح قوي باللمة اللي فيها محبة. فاحنا بنصلي في كل قداس أن نمتلئ بالروح، دي من صلوات الليتورجية، يحل روحك القدوس على الشعب، نقول كده في صلواتنا السرية، وعلى هذه القرابين، عشان كده نسميكم قديسين. ودي بين لما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس، يبقى واضح انه نصلي مع بعض نمتلئ بالروح القدس. فالليتورجية اللي هي الصلاة الجماعية وش صلاة الشعبية اللي هي اساس القداس، بعد كده تدي الامتلاء اللي يخلينا نطلع نتكلم كلام ربنا بدون خوف. امتلاء بالروح برضو زي ما قلنا كذا مرة قبل كده، شغلتنا في الصيام نستبدل الاكل بالانجيل، لأن الإنجيل يغذيك روحيا، كلام اللي بكلمكم بيه ده روح، مسيح قال كده، يبقى وانت قاعد مع الإنجيل مركز بتفتش الكتب بتاكل الإنجيل أكل، الروح يملأك، بغض النظر بتقرأ حزقيال ولا دانيال ولا أشعية ولا مرقس ولا بولس، في الآخر هم دول كلهم قنوات للروح القدس، إنما انت قاعد مع كلمة ربنا فانت عمال تشرب نعمة الروح القدس. احترسوا، لأن العهد الجديد نبهنا لأربع حاجات ضد الروح، دي آخر حتة بجد، احترس أن تطفئ الروح، يبقى الروح هنا اسمه إيه؟ نار، مش كده؟ حاسب جواك شعلة تكمل أنت عليها، حتة عدلة جواك، حتة حب ربنا، جمرة صغيرة، حتة نار بسيطة كده، شمعاية، لا تطفئ الروح، ما تسيبش الحاجة الحلوة اللي جواك تطفي. طول عمرك بتتحاشى سيرة الناس، تيجي على كبر تتكلم عن الناس هتطفي الروح يا ناقصة، طول عمرك سخي وكريم وايه وتدي كده بايد حلوة هتطفي الروح وتبخل، طول عمرك مدقق في صلاة باكر ما بتسيبهاش تروح منك، هتيجي دلوقتي تطفي الروح وتوقف المزامير. فلا تطفئ الروح، يعني ما تسيبش الشعلة الحلوة اللي جواك تطفي. احترس أن تقاوم الروح. تقاوم الروح دي معناه إيه؟ لما يجي صوت جواك بيقولك سامح أخوك، ما تقعدش تقول له لأ، دي اسمها مقاومة الروح. ما يجي صوت يقولك ما تخافش ارمي على ربنا، ما تقعدش تقول له لأ ربنا بيعملش حاجة أنا هحسبها بعقلي، لا تقاوم الروح. يبقى الروح القدس بيتكلم جواك، انت ممكن تعمل ايه؟ تقاوم، ولما تقاوم بتبقى عنيد زيك زي اليهود، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، قلب هذا الشعب قد غلظ، ليه؟ في صوت بيتكلم هم مش عاوزين يسمعوا. تالت تحذير، لا تحزنوا الروح. الروح القدس مش مجرد نار تطفي ولا شخص يتزق كده، ده شخص بيحس، روح الله ده الله نفسه، فبيصعب عليه بيزعل. لما تتجاهل الروح القدس انت بتحزنه، لما بتقاومه مرات كتيرة بيزعل، فربنا لما يلاقيك مزود في الخطية وسايق في الشر ليه تزعل ربنا؟ ليه تحزن هذا الإله الطيب الساكن فيك؟ وشبهها ظن القديس مكاريوس أو باسيليوس بأن عندك ضيف مهم جدا قاعد في بيتك ما بتعبروش، لازم يجي بعد شوية يحصل ايه؟ يصعب عليه بقى، هو وعدك مش هيسيب البيت بس صعبان عليه، حزين جواك. طبعا لو الروح القدس حزين انت ميت حزين، مش هتدوق فرح، لان هو سر الفرح كله. اخيرا بقى، حاسب لو كنت قعدت تطفي وتقاوم وتحزن هتوصل في يوم للايام لاوحش موقف من الروح القدس، ان تجدف على الروح القدس. تجدف هي حصيدة اللي فات كله، اللي بيقاوم ويطفي ويحزن الروح القدس طول عمره اسمه ايه؟ جدف. جدف يعني شطب عليه تماما، جدف يعني عند معاه بكل الصور، يعني باع ربنا خالص.
فالمسيح قال له بصوا حتى لو غلطتوا في ربنا وشتمتوه في يوم من الايام كل ده ممكن يتشال بالتوبه، لكن لو جدفت على الروح القدس يعني رفضت التوب طول عمرك، رفضت تسمع صوت ربنا طول عمرك، قاومته وحزنته طول حياتك، لا يغفر للانسان. دي الحاله للاسف اللي وراها هلاك. اذا كل مره بتطفي او بتحزن او بتقاوم بتقول يا ده حاجه خطر، دي مقدمه لحاله ايه؟ تجديف على الروح القدس. يعني كونك بتطفي معلش الحق بسرعه يلا ايه اسخن روحك، بتقاوم الحق بسرعه توب وقول له سوري يا رب هسمع كلامك، بتحزن الروح القدس سهل قوي تفرحه بالصلاه والصوم والخدمه والتوبه والتواضع، انما لو سئت فيها توصل الى التجديف. لالهنا كل مجد وكرامه.